لا، البلد اتغيرت خالص، مش هي دي البلد اللي سبتها من 20 سنه. لا، الناس ما بقاش فيها خير، الزحمه والدوشه، لا، اتغيرت خالص يا عزيزي. هناك في نظام، هناك في سيستم، 1+1=2. انا هو بقول لك لو جات لك فرصه طير، اعمل زي، اطلع هناك سنه ولا سنتين، ارجع معاك قرشين عيش بيهم هنا ملك. انا عملت كده، طلعت هناك سنه ولا سنتين، قعدت 20 سنه. المحفظه دي انا جايبها من هناك ب 200 ريال، اي ما يعادل 1308 جنيه. النضاره دي انا جايبها من هنا ب 300 جنيه، اي ما يعادل 46 ريال. معلش لازم احول عمله في اي تعامل. انا الحمد لله بفضل الله معايا موبايل ثالث غير الموبايلين دول، بس ما بحبش انزل بيه عشان حسد، انت عارف بقى البلد. انا الحمد لله بفضل الله كل لبسي براندات، جو كلت البلح اللي كنت عايش عليه هنا خلاص، جوتشي، اتش اند ام، زارا، والجزمه اللي انا سبتها وانا داخل بره دي، لا دي سالفها من زميلي في السكن عادي. احلف بالله اللي على الترابيزه ده برتقال، والله افتكرته في الاول يوسفي. بقول لك يا عم البلد دي ما بقاش فيها خير. ايه يا عم ماله مسخوط كده ليه؟ ده البرتقال هناك قد كده قد البطيخ. احلف بالله اللي هناك ده تفاح، ده التفاح هناك قد البطيخ. احلف بالله اللي هناك دي بطيخه، ده البطيخه هناك قد البطيخ. بقول لك البلد دي ما بقاش فيها خير. ايه يا عم الحمام ده؟ يا عم الحمام صغير قوي، ده انا وانا قاعد على قعده كنت هقع. لا، البلد دي ما بقاش فيها خير خالص، ده القعده هناك قد البطيخ. ايه ده رقم دولي؟ قتل عمرك، كيفك الغالي؟ خبر سيء، لا حول ولا قوه الا بالله. انا اتفنشت يا جماعه.